استاذ اشرف السيسي المحامي الاسلامي والناشط الحقوقي والمنسق العام لمؤتمر معا من اجل مصر والذي تقوم به جمعيه الصراط المستقيم لبني سويف بالاشتراك مع اللجنه الثقافيه بمقاطعه بني سويف. وهذا يعتبر اول لقاء سيتم او اول مؤتمر سيتم يوم الخميس القادم. ممكن نبذا استاذ اشرف على المؤتمر وكيفيه الحوارات اللي حدثت قبل المؤتمر؟ اتفضل معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤتمر يعني استاذ الفاضل يعتبر اول مؤتمر من نوعه يقام في مصر وتقوم به جمعيه الصراط المستقيم. وجمعيه الصراط المستقيم ابتداء يعني نعرف بها هي جمعيه قام على تاسيسها فضيله الشيخ احمد يوسف وهو قائد مجموعه اللي هو التيار الاسلامي في بني سويف، وكان يطلق عليه قبل ذلك التيار الجهادي في بني سويف. هذا التيار استاذ الفاضل كان يعني عانى في الفتره السابقه معاناه شديده جدا من ظلم النظام السابق وظلم امن الدوله اللي جعلوا التيار ده فزاعه للناس وزجوا بيه في سجون مصر فترات طويله جدا. كانت الفترات دي من حوالي من يعني من 10 ل 20 سنه لكل افراد هذا التيار. والان وبعد يعني سقوط هذا النظام البائد وفي مصر الجديده وبعد ان استطاع هذا التيار ان يتنسم عبير الحريه في مصر في مصر الجديده، أراد أن يعبر هذا التيار عن نفسه وأراد أن يكشف هذه الحقيقة التي شوهها النظام السابق وشوهتها أمن الدولة بأن صورتهم في صورة غير صورتهم الحقيقية. تمام. فبعد الأحداث الأخيرة في البلد وأحداث الفتنة في إمبابة وأحداث ويعني في جميع أنحاء مصر تقوم فتن وخاصة وتر الفتنة الطائفية الذي يستطيع أن يضرب عليه كل من أراد إسقاط هذا البلد وأراد أن يحدث القلاقل في دولتنا الحبيبة، أراد هذا التيار أن يعبر عن وجهه الحقيقي بأنه يريد حقا استقرار مصر ويريد الأمن والأمان لمصر ويريد أن يحقق نهضة مصر في جميع المجالات وجميع المستويات وجميع يعني كل ما يحقق نهضة مصر وكل ما يعني تقوم به مصر من نهضة اجتماعية وسياسية وثقافية يريد أن يساهم هذا التيار في هذه النهضة ويريد أن يقطع الطريق على كل من إحداث العبث في مقدرات الشعب وإحداث الفتنة. فقام بمبادرة قام بالدعوة إليها فضيلة الشيخ أحمد يوسف ويعني توجهنا إلى المقرنية لأن كما نعلم الوقاية خير من العلاج ولضر أي شبهة قد تطر على هذا التيار ولعدم إحداث الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. فقمنا بعمل هذه المبادره وقمنا بالارسال الى المطرانيه وجلسنا معهم وكان يعني الانبا غبريال رأى المطرانيه هناك يعني استقبلنا استقبالا طيبا وقمنا بعمل لقاءات مع المطرانيه مع اللجنه الثقافيه هناك وكانت لقاءات طيبه ومثمره اسفرت عن عقد هذا المؤتمر الذي سيعقد في يوم 23/6/2011 وهو يعني عناصر المؤتمر الرئاسية تقوم على الشراكة بيننا وبين المسيحيين في وطن واحد وإقرار الحقوق والواجبات التي أقرتها الديانات ومحاولة الخروج بلجنة لفض أي نزاع قد يحدث مستقبلا بين هذه الطوائف. وهذا هو الوجه الحقيقي لهذا التيار الذي يقوده فضيلة الشيخ أحمد يوسف لأنه يعني يقر أنه لا يجوز ابتداء الاعتداء على أي مسيحي لمجرد أنه مسيحي، لا يجوز الاعتداء على كنيسة لمجرد أنها كنيسة. تمام. وكل يعلم الحقوق والواجبات حتى يعلم الجميع من يريد حقا إسقاط هذه البلد ومن يريد إشعال الفتنة ومن يريد أن تعود مصر أو أن تصبح مصر لبنان أخرى. فنحن نريد الاستقرار للبلد وقمنا بزيارتهم وعمل لقاءات ونقاشات مثمرة وكانت يعني أيضا تحت رعاية السيد المحافظ بن سويف والقيادات الأمنية جلسنا معهم أيضا حتى يعلم الجميع أن هذا التيار يريد الاستقرار لهذا الوطن. فالمؤتمر إن شاء الله سيعقد يوم الخميس 23/6 الساعة 9 مساء ويحاضر فيه نخبة من الأفاضل أمثال فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود ودكتورنا الفاضل الأستاذ الدكتور كمال حبيب والأستاذ الفاضل يعني رفيع حبيب وطبعا تحت رعاية رائع المؤتمر والداعي إليه فضيلة الشيخ أحمد يوسف في قصر ثقافة بني سويف في القاعة الصافية بإذن الله تعالى. ونسأل الله التوفيق ونأمل أن يكون مثل هذا المؤتمر عبارة عن نواة يعني لمؤتمرات عديدة تجوب كل محافظات مصر
حتى يعني نعبر عن إسلامنا الحقيقي، وتكون لعمل لجان مشتركة لفض أي نزاعات أو مشكلات قد تحدث مستقبلا، وقطع الطريق على من يريد إحداث البلبلة والفتنة بهذا الوطن. فهذا هو المؤتمر، وهذا ما سنقوم به إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا سيد الشيخ.